أطلقت منظمات ونشطاء في حقوق حماية البيئة تحذيراتها بخطور نقص المياه لري الحدائق والمتنزهات في مدينة السليمانية، وطالبت المنظمات الحكومة بالإسراع لحل المشكلة التي من شأنها تحويل المنطقة الخضراء في المدينة إلى منطقة جافة في ظل ارتفاع الحرارة. وقال نشطاء في البيئة إن إقامة كل من إيران وتركيا بإنشاء سدود داخل أراضيها منعت تدفق المياه إلى الأراضي العراقية، مما خفض منسوب المياه في سدود إقليم كردستان وانعكس سلبا على الوضع المائي في العراق بشكل عام. هناك تخوف من جفاف الحدائق والأشجار في وسط الشوارع في مدينة السليمانية وفي متنزه هواري شار الذي يعتبر الأكبر في العراق، ونحن ندعو الحكومة والمسؤولين إلى الاستجابة لرسالتنا وتخصيص أموال خاصة سنويا لحل المشكلة والتي تعتبر موضوع استراتيجي. نريد عند زيارة الناس إلى المدينة أن ينظروا إلى خضرة المدينة وجمال طبيعتها، وهناك قلق من أن يكون هذا العام عام الجفاف في مدينتنا مما ولد حالة نفسية سيئة للمواطن. واحدة من أكبر الأزمات التي نواجهها الآن هي السدود التي تبنيها الدول المجاورة مثل تركيا وإيران. الأزمة الثانية هي التغير المناخ والاحتباس الحراري. الأزمة الثالثة هي التلوث، لأننا لا نهتم بمياه الصرف الصحي لدينا. ليس لدينا محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في كل العراق. نتخلص من النفايات في مدن العراق 18. ليس لدينا محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. نحن نرمي جميع نفايات المحمولة جوا والنفايات الصناعية في أنهارنا، ولهذا السبب تؤثر السدود على هدر المياه لدينا والتلوث وبالطبع الجفاف. لقد كنا نتحدث عن هذا لمدة 10 سنوات. كل هؤلاء الناس والنظام يعرفون ما سيحدث، والآن الأزمة موجودة وستتسبب في الكثير من البؤس والنزوح والحرب الأهلية.